مقابلة تاع اليوم كانت مقابلة قوية ضد منافس جد وجد محترم اللي وصل للنهائي، وصل النهائي بعد تجاوز عدة فرق تاع الفريق تاع القسم الأول. الحمد لله نشكر اللاعبين اللي كانوا في المستوى اليوم وطبقوا التعليمات تاعي بحذافيرها، هذا خلانا نلعبوا بأريحية. نشكر الجميع ونهدي هذا الكأس هذه للجميع سكان سطيف وسكان الخربة، سبيسيالمون سكان الخربة. خسرنا ماتش مي ربحنا اونيكيب اللي طلعت سنا القسم الوطني الأول للدوري الممتاز، مشات افيك اون كادونس مليحة ولحقت لا فينال تاع لا كوب دالجيري. أول خطرة في الجزائر تصرى اونيكيب في ناسيونال اون بي تلحق لا فينال، مي سي اون اكسبيريونس. حنا لي جون تاعنا راهم على كل حال جاو بور افوار اون اكسبيريونس كو حاجة واحدة أخرى. الحمد لله حنا درنا اللي علينا، مي ليكيب تاع ولاد عدوان لي بلو اكسبيريمونتي، عندها حتى تجربة قارية. بالنسبة للمستوى كان من أروع ما يكون. شفنا جمهور غفير، كان عرس كروي حقيقي، كانت الروح الرياضية ما بين اللاعبين وما بين المتفرجين تاع زوج فرق، والحمد لله هذا هو الشيء اللي كنا نحوسوا عليه.